هل هذه المهمة التي يعتمدها حاليا الاتحاد الأوروبي تأتي في وقتها؟ هل أتت متأخرة؟ وأي أهمية لها في هذه المرحلة في ظل استمرار هجمات الحوثي، مع العلم أنه تأتي مهمتها دفاعية وليست هجومية وليست من أجل تدمير أي من الأهداف الحوثية؟ صباح الخير لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز. نعم، المهمة متأخرة جدا. لا أقصد هنا أن التأخير يتعلق بأشهر وبأيام، وإنما من تلك المقاربة الخاطئة لمسألة جماعة الحوثي في اليمن، حينما كان هناك يعني التحالف الإماراتي السعودي مع شرعية في اليمن من أجل محاربة الحوثيين، كان يجب على دول أوروبا أن تنتبه إلى هذا الخطر الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن في المنطقة هناك، وإنما أيضا السلم والأمن وبخاصة على الملاحة البحرية في قناة السويس بشكل أساسي، مما سيجعل المصالح التجارية الدولية وبخاصة في أوروبا متضررة. وبالتالي هي استفاقة متأخرة من قبل الدول الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما تكون يعني ستقدم في المستقبل مقاربة جديدة لمعالجة السلام في اليمن بشكل أساسي، ووضع حد لهذه الجماعة، وكيفية أيضا مقاربة المشكلة الإيرانية إن صحت التسمية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي إذن هي استفاقة متأخرة، ولكن هذا مرة أخرى قد يقدم حلا للمسألة اليمنية، وأيضا قد يزيد من الضغوط الأوروبية من أجل إنهاء الصراع الآن في غزة والحرب على غزة وممارسة مزيد من الضغوط على دولة إسرائيل. لكن إذن الاتحاد الأوروبي دوله 27 أقرت هذه العملية لمدة عام بقصد الدفاع، وأسبيدس كما يأتي اسمها اليوناني هو درع، وبالتالي هو عملية حماية كما جاء بالتفصيل الذي تفضلت به وكما جاء على لسان مراسلتكم من باريس. هل تعتبر دكتور أنه باستطاعة هذه المهمة دول الاتحاد الأوروبي تقول أنها لن تسمح لنفسها بالهجوم؟ هل تعتبر أنه هذه المهمة بوجود الاتحاد الأوروبي تستطيع فعلا ضمان أمن البحر الأحمر، ضمان الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، لا سيما أن أوروبا يعني هي من كبرى الدول المتضررة أو كبرى القارات المتضررة من يعني عرقلة مسار السفن، وهل فعلا تستطيع أن تدافع أو تردع ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر؟ لا، بشكل كامل لا، ولكنها يمكن أن تخفف من الهجمات، يعني يمكن أن تحمي بعض السفن. هي أرسلت فرقاطات بشكل أساسي ثلاث، يعني لا تتأثر بمثل هذه الأسلحة، بمعنى أنها لا تغرق كما حصل مع السفينة البريطانية روبيمار البارحة. إذن هي يمكن أن تحد من الخطر الهجوم، ولكنها لن تمنع هذا الموضوع. حتى عملية درع السلام التي لم تشارك، بمعنى أن هذه المهمة الأوروبية الاتحاد الأوروبي تريد تمييز نفسها عن مهمة درع السلام بأنها دفاعية وليست هجومية، لأنها لا تسمح لنفسها يعني إثارة المشاكل أكثر، هي تريد مهمة دفاعية. ولكن حتى درع السلام الذي يهاجم منصات إطلاق صواريخ ومناطق حوثية تعتمدها بشكل أساسي لإطلاق المسيرات، سواء الطائرات المسيرة أو الزوارق المسيرة أو حتى ما بدأت تستخدمه من مسيرات تحت الماء الآن، كل ذلك لن يمنع الحوثيين لاستخدامهم أنواع من الأسلحة الخفيفة كما ذكرنا، طائرات مسيرة إلى ما هنالك، يمكن إطلاقها صواريخ محمولة على الأكتاف، كل ذلك يمكن يعني لن يضع حدا لهذا الموضوع، وحتى الهجوم الجوي لن يضع حد لهجمات الحوثيين. ولكن مرة أخرى هي محاولة لتخفيف الضرر، الضرر وقع بشكل أساسي على دول الاتحاد الأوروبي، زادت التكلفة بخاصة إيطاليا، إيطاليا من أكبر المتضررين من دول الاتحاد الأوروبي، مصر التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي البارحة بأنها يعني عائدات مصر قد تضررت بأكثر بين 40 و50% منذ بداية العام،
كل ذلك يمثل ضغطا حقيقيا. الآن زادت سعر التكلفة، هناك مصاريف إضافية على أسعار الشحن، مما يعني ارتفاع استمرار ارتفاع الأسعار، مزيد من التضخم دون القدرة على وضع حد له، أي غضب اجتماعي شعبي في أوروبا. كل ذلك يلقي بثقله على هذه المسألة، وبالتالي يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى فعل ما تستطيع. ما تستطيعه الآن هو مثل هذه العملية الدفاعية، لكن بالشكل الجذري لا يمكن معالجة هذه نعم الأزمة هكذا. يجب معالجة مقاربة مختلفة للمسألة في اليمن عموما، وللعلاقة مع إيران وأذرعها في المنطقة. يعني أتيتم على ذكر العلاقة مع إيران، هل ترون أنه وجود مهمة أوروبية في البحر الأحمر هيك تستطيع أن يعني تضع أسطول أو دفاعاتها حتى ولو كان المقر اليونان، يعني في ظل وجود أساطيل كبيرة، في ظل وجود جماعة تصنف على أنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة، ألا يمكن توقع أن يكون هناك فعلا تنسيق مباشر بين الاتحاد وإيران؟ هناك على ما يبدو تنسيق، هناك نوع من الخضوع إن صحت التسمية لدول الاتحاد الأوروبي مع إيران. هناك تراخي، يعني حقيقة سواء في الملف النووي الذي ترك طويلا، والذي يخشى أن إيران الآن تمتلك سلاح نووي، هناك إذا الكثير من المصالح الاقتصادية التي يعني خضعت أوروبا لهذا الأمر حينما تم فرض العقوبات بالحد الأقصى، ولكن لا زالت العلاقات جيدة، خاصة الفرنسية الإيرانية. يعني الكثير من العلاقات الفرنسية الإيرانية متقاطعة، وفرنسا بلد مهم في هذا الإطار. ثانيا أيضا دول الاتحاد الأوروبي لا تسعى إلى مزيد من التصعيد على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في عمليات الهجوم، وبالتالي نعم هناك نوع من محاولة درء الأخطار دون تصعيد، دون ولكن هذا لن يحل المشكلة، بالعكس هذا سيشجع إيران وأذرعها على مزيد من التمادي في ضرب المصالح الأوروبية والدولية في المنطقة. ما تفضلتم به يعني يجعلني أطرح يعني عليكم هذا السؤال، هل ترون أن وجود هذه المهمة الأوروبية هي فقط من أجل القول أنه نحن فعلنا شيئا، يعني بمقابل وجود حارس الازدهار والضربات الأمريكية البريطانية التي تشن على جماعة الحوثي، أنه هي فقط تأتي في إطار صوري، أنه نحن هنا نحن نشد أيدينا على الجانب البريطاني الأمريكي؟ يعني عبر جوزيف بوريل بأن ما يعني الأسبيتس، هذه المهمة الأوروبية هي تأتي أيضا بالتنسيق مع القوى الدولية الأخرى، أي يعني حارس الازدهار بشكل أساسي ولكن مهمتها دفاعية. ولكن لا أعتقد أن الأمر مجرد حفظ لماء الوجه أو القول أننا موجودين، هناك مصالح أوروبية تجارية متضررة بشكل أساسي، محاولة لتخفيف هذه الأمور، محاولة لتسيير مزيد من السفن في البحر الأحمر. يعني الآن السفن التجارية معظمها تقوم باجتياز افريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. نعود الى المرحله التاريخيه ما قبل فتح قناه او شق قناه السويس، مما يكلف مزيدا من الاضرار التي تتكفلها اوروبا، وبالتالي هي محاوله جاده من قبل الاتحاد الاوروبي من اجل حمايه السفن التي يمكن ان تعبر، تشجيع السفن على العوده الى هذا الممر اذا استطاعت يعني حمايه هذا الممر بشكل او باخر، وبالتالي هناك مصلحه اقتصاديه. لكن على المدى البعيد مره اخرى هناك يعني قضيتان قد تكونان مفيدتان بشكل أو بآخر، إعادة النظر في مسألة اليمن، كيفية حل المشكلة اليمنية، إيجاد حل لهذه المشكلة بخاصة مع جماعة الحوثي، وبالتالي الضغط مزيد من الضغوط ومقاربة جديدة مع إيران، وأيضا في نعم القضية الفلسطينية، لأن جماعة الحوثي يعني تزعم بأن هجومها بشكل أساسي دفاعا عن غزة، وبالتالي هذا سيمارس مزيدا من الضغوط نعم على نتنياهو وحكومته من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. شكرا جزيلا لك من باريس أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون دكتور خلدون بواني.